يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الثلاثاء طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلاً طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. ومشاهدي الكرام، هذه درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات. نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 8 ويكون الجو بارد. وفي الإسكندرية 15-10 أيضا يكون الجو فيها بارد، وفي مطروح 15-10 يتسم بالبرودة أيضا، في بورسعيد 15-10 يتسم أيضا بالبرودة، في الإسماعيلية 16-8 أيضا يتسم بالبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9 ويكون الجو فيها مائل للبرودة. عن محافظة العريش فدرجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 7 ويتسم الجو أيضا بالبرودة، في طابة 20-13 ويكون الجو فيها يميل إلى الاعتدال بعض الشيء، في شرم الشيخ 20-11 ويكون الجو معتدل، في الغردقة 20-12 يكون الجو أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 20 والصغرى 12 أو عفوا 18-8 مائل للبرودة، في أسوان 20-10 معتدل، في الوادي الجديد 19-8 مائل للبرودة، في شلاتين 22-13 معتدل، وأخيرا في حلايب 23-14 ويتسم الجو فيها بالاعتدال. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.